السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. هنشوف مع بعض كيفية تعطيل حساب فيسبوك بشكل مؤقت، وإنك ممكن تسترد أو تدخل الحساب في أي وقت تاني، لكن كل اللي أنت بتعمله إنك بتعطل الحساب مؤقتا. بنروح للتلات علامات اللي في الأعلى، بعدين بننزل على الإعدادات والخصوصية، بعدين الإعدادات، بننزل على ملكية الحساب، بنروح على إلغاء التنشيط والحذف، بعدين بنختار الاختيار الأول اللي هو إلغاء تنشيط الحساب، وبنضغط التالي. هنا بيطلب منك كلمة المرور، نكتب كلمة السر، هنا طبعا بيطلب منك سبب، تختار اي سبب انك بتلغي التنشيط، اختار اي سبب وبنضغط التالي. هنا طبعا بيديك بعض الخيارات انه ما يخليكش تلغي التنشيط، وفي الاسفل بيديك طبعا مدة. لا انت مش بتختار مدة، انت بتختاره. هنا بيديك خيار انك ممكن تسترد حسابك تلقائيا بعد 7 ايام، فانت بتعملها عدم إعادة التنشيط تلقائيا. نضغط التالي. هنا طبعا يا شباب بيديلك اختيارين، انك ممكن تستمر في استخدام الماسنجر وتتلقى الاشعارات في حالة برضو ان حسابك معطل، يعني يكون حسابك معطل لكن الماسنجر شغال. لو ضغطت علامة صح هنا وهنا الخيارين دول بيتفعلوا، لكن لو شلتهم هيتم تعطيل الماسنجر مع تعطيل الفيسبوك، الاتنين هيعطلوا ومش هتعرف تستخدم شيء منهم الا لما تستردهم مرة تانية. طبعا انت بتشوف الانسب ليك وبتعمله، وبنضغط على الغاء التنشيط في الاسفل، وزي ما انتم شايفين كده انتهت الجلسة وتم الغاء تنشيط الحساب او تعطيله لحين انت ما تحاول تدخل تاني وتسترد حسابك.